هل تجوز الزكاة لبناء المساجد حيث يقول الله وفي سبيل الله؟ سبق ان مراد سبيل الله عند اهل العلم هم الغزاة والجهاد في سبيل الله، فلا تصح للمساجد ولا للمدارس عند عامة اهل العلم. معروف عند اهل العلم وهو كالاجماع منهم انها لا تصح الا في الاصناف الثمانية، وان المدارس والمساجد ليست منها، وان المراد في سبيل الله يعني الجهاد والمجاهدون. وذهب بعض المتاخرين الى جواز صرفها المسائل الخيريه، ولكنه قول مرجوح لانه يخالف ما دلت عليه الادله، ويخالف ما مضى عليه هذا العلم وهذا الخبير.